صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه تقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسول وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجج ما أقول هنا بلاغ من طائفة ديال الأمام، وهو الماركسيين اللينينيين الشيوعيين من باريس، غادي نقرا لك بالفرنسوية لأن ما فيها ما يترجم. الأمام غيكلام لا ريفيزيون فوندامنتال دي زوبيراسيون ايكونوميك اي بوليتيك كي اون كوندوي لو بيي ا لا كاتاستروف، انسي كو لاغي ايميديا دو لا غير او سارا اوكسيدونتال qui oppose depuis 7 ans les troupes marocaines et les combattants du Polisario, partisans de l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole. Allô. Tanien, Al-Manchour, les quintés de Touza à Marrakech. Fium, Sta, Wahed, Arbaoutmane. Khalik Mnoubal Fakar. Diel Amam Kedel. وراه مقبوطين صحابو، وحتى بعد وللاسف بعد المحامين صغار تعملوا التدريب دوما تقبطوا. تيقول ليكن في علمنا ان وضعيتنا الراهنه المريره ليست نتيجه لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاتي. أنا تنقرا ما شنو ما تيرهبنيش. بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء. وزيد على هذا النمط. وها إيران دي قتلنا هنا تيضر الفلوس. بابي كلاسي وصور ملونة، صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاض صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي، والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية، والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بعمالته لإحدى الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا. وزيد على الناج في الصفحة الأولى والثانية. إذن النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عمليات خارجية أجنبية حاولت أنها تعمل اضطرابات في هذا البلد،